دلوقتي بمناسبة النادي الأهلي ده درع تكريم الكابتن محمود الخطيب لحضرتك وللأسرة كلها، وده كان تكريم مهم جدا لأسرة شهيد منسي في النادي الأهلي. شفتي التكريم ده ازاي من النادي الأهلي؟ طبعا كان الكلام ده من حوالي اكتر من كام سنة، وكان يمكن اياميها احمد يعني لسه ما عداش عليه كتير، والحمد لله يعني لقينا الاتصالات جاية من النادي الأهلي تحديدا وبيدعونا، وكان هيبقى من الكابتن محمود الخطيب شخصيا طبعا هيبقى موجود في الحفلة، وهو عامل حفلة لتكريم أهالي الشهداء وطلب أسر شهداء كان من ضمنهم طبعا إحنا وأسر الشهيد شبراوي وكذا أسرة. كانت حفلة جميلة جدا بصراحة، راقية جدا، وكان معانا ناس من ضمن يعني ما شاء الله كان من ضمن الشهداء 73 يعني هو بقى. حتى احنا شوف بقى من ايام ايه ما نسيناش شهدائنا ابدا ولا السابقين ولا الحاليين ولا طول العمر. فكان معانا ناس من اللي موجودين من هنا ومن هنا، هو مجمع نسبه كبيره او معظم اهالي الشهداء. ده كان يعني انا محتفظه طبعا لانه الدرع شكله جميل جدا اصلا، يعني ده ابسط حاجه تتقدم من اسره عظيمه زي حاجه كويسه جدا بصراحه يعني. بتحسسنا بجد ان احنا الحمد لله يعني الناس كلها بتقول لنا احنا معاكم يعني. منسي اسم دايما هيفضل عايش في قلوب الناس كلها، الله يخليك، عمره ما هيتنسي.